نقدم الأسلحة، وبالموازاة مع ذلك نقوم بالتدريب. غواصة أمريكية هي من فجرت جسر القار. تم كشف العملية بينما بوتين ينهي العالم من سطوة أمريكا. فما هي خطتك إذن أيها القيصر؟ كيف ستكون لآسيا الهيمنة على العالم؟ بوتين مخلص العالم وفرنسا تضرب روسيا. ماذا حل بك يا ماكرون لاستدعاء الدب الروسي؟ هل جن جنونك أم ماذا أصابك؟ وأمير قطر إلى روسيا، فماذا سيدور بينهما؟ وما هي خططهم تجاه تخليص الخليج من الهيمنة الأمريكية؟ وروسيا تبدأ هجومها المضاد الذي سيحرق كل ما يقابله. أعلن الكريملين عن حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا سيكا التي تعقد حاليا في العاصمة الكازاخستانية أستانا، وجاء حضوره بعد دعوة موجهة له من قبل الرئيس الكازاخستاني غومار توكايف، والذي اعتبر ضربة قاسمة في الأوساط السياسية الأوروبية، حيث صرح بوتين بالكثير من التصريحات التي تعلقت بالكثير من الأوضاع الحالية في الأراضي الأوكرانية. كما التقى بوتين بالأمير القطري حمد بن تميم على هامش القمة في كازاخستان. كما أكد الرئيسان على تعزيز التعاون بين قطر وموسكو، وهو ما يراه محللون سعيا من بوتين لحضور تلك القمة بهدف إبراز مدى تعاون الدول المشاركة في القمة مع روسيا ودعمهم لها في عمليتها في أوكرانيا. وأشار الزعيم الروسي إلى أن موسكو مستعدة لمشاركة قطر تجربتها الخاصة في استضافة حدث رياضي كبير. وقال بوتين: نفعل كل ما في وسعنا فيما يتعلق بنقل تجربة التحضير لكأس العالم. كما تعلمون لقد أتيحت لنا الآن الفرصة للحديث عن هذا أيضا. ماذا كانت هديتك يا بوتين لأوروبا والغرب؟ بماذا فاجأت أمريكا إذن؟ أطلق الرئيس بوتين العديد من التصريحات خلال اجتماعات القمة، إذ دعا الرئيس أبو مازن للقاء على هامش القمة، وأعلن عن دعم موسكو الكامل لفلسطين في استعادة أراضيها، وكأنه يبعث برسالة إلى إسرائيل بأن موسكو تدعم الفلسطينيين ضد إسرائيل. كل ذلك مقدمة القمة، فما المفاجأة التي ينتظرها الغرب وأوروبا؟ وفي خلال كلمته أثناء اجتماع القمة في العاصمة أستانا، أن الغرب يشهد حاليا نهاية العصر أحادي القطبية، ولم يعد الغرب مسيطرا على العالم بأسره. كما أضاف بوتين أن آسيا سيكون لها دورا عظيم في النظام العالمي الجديد. كما طالب بضرورة إعادة النظر في المنظومة المالية العالمية. ما هذا يا بوتين؟ تعلنها صراحة للعالم بنهاية عهد السيطرة الأمريكية؟ تعلن عن بداية عهد متعدد القطبية؟ وكأنه يقول للغرب: ها هي روسيا قادمة وبقوة، روسيا وآسيا ستسيطران على العالم.